اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي الاستاذ الكبير الاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح. اهلا بيك. اهلا بيك. منور الدنيا. ده شرف ليا. دايما بتنورنا في مدينتك. ربنا يخليك ليا. ربنا. ده شرف ليا. انا هستاذنك بس قبل ما نبدا حواري مع حضرتك بس اقول خبر شايف ان هو خبر مهم. السيد شيرين شمس او اللواء شيرين شمس بيقول نرفض الاكاذيب ولن نتهاون في حق النادي الاهلي. وبصراحه خبر يعني شدنا. انا شخصيا استنكر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي النادي الاهلي بشده المغالطات التي تم نشرها في الساعات الماضيه حول وجود شبهه رشوه في بعض التعيينات الخاصه بافراد امن النادي، مؤكدا ان النادي الاهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل تلك الامور. واكد المدير التنفيذي النادي الاهلي ان الاخبار الكاذبه وغير الحقيقيه والمفبركه التي تم الزج فيها باسم اللواء سيد عبد الرؤوف مدير الامن بالنادي ما هي الا اكاذيب وخيالات من وحي كاتبها، مشددا على ان النادي الاهلي لن يترك هذا الامر يمر مرور الكرام، بل سيتخذ كافه الخطوات القضائيه التي تحفظ حقه الادبي والمعنوي وحقوق العاملين فيه. وقال شمس ان مدير النادي الاهلي يتمتع بسمعه طيبه، مدير أمن النادي الأهلي يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات محترمة مع كافة أعضاء النادي والعاملين بمختلف الإدارات، مثله مثل كافة العاملين بكل الإدارات، وهو مصدر ثقة كبيرة كونه أحد أفراد الإدارة التنفيذية وأحد قيادات مؤسسة الشرطة المشهود لها بالكفاءة وطهارة اليد والالتزام. ومن ثم فإن الأهلي لن يتنازل عن حقه في هذه الاتهامات الباطلة. يعني كان احد الجرائد كان نشر خبر ان يعني هذا الرجل اللي يعني اللواء شيرين شمس بيتقاضى رشوة. يعني كلام بصراحة يا ساتر. اللواء شيرين شمس بيدافع عن الراجل ده كمان. يعني انا مش عارف الاخبار دي ايه. ده والله حاجة يعني محدش بيراعي ربنا. خبر كاذب زي ده ما بيرعوش ان في بيوت وفي اسر وفي وفي وفي. سبحان الله. بصراحه حاجه ده شيء محزن. حاجه مخجله يعني. حاجه مخجله طبعا. انا كنت قبل ما حضرتك يعني تشرفني يعني كنت بتكلم في الانترو او في المقدمه بتكلم في الكلام ده يا جماعه ان النادي الاهلي يعني ختمت كلامي بيه. النادي الاهلي كيان كبير بيحلق فوق قوي. الناس اللي عايزه تمسكه او تخدشه صعب جدا صعب جدا وصعب قوي. يعني الكلام ده يعني الراجل يعني اللواء شيرين شمس بيشيد بيه وبيشيد بكفاءته وبايديه نظيفه وبيشيد يعني ان هو كان راجل من افراد جهاز الشرطه وحاجه جميله جدا. يعني هياخد رشوه عشان يعين عمال. سبحان الله. منورنا يا فندم. ربيك ويخليك يا فندم. يعني الحديث لسه على برضو النادي الاهلي بعت شكوى رسميه لمركز التسويق والتحكيم الرياضي. اكيد طبعا حضرتك يعني قول لنا التفاصيل. اكيد حضرتك ملم اكتر من الاول ولا من الاخر؟ زي ما حضرتك عايز. قصه طويله قوي. زي ما حضرتك عايز. هو شوف حضرتك احنا في عصر المتناقضات. بامانه يعني انا هنا مش بدافع عن النادي الاهلي ولا بهاجم النادي الاهلي، لكن انا خط واحد اللي هو الخط القانوني. حقي وحقك. لما جينا قلنا نعمل قانون رياضه كنا عايزين نتخلص من التدخل الحكومي. وكان الخط الاساسي هو تعظيم دور الجمعيه العموميه. وبالتالي اتعمل القانون على هذا الاساس، ازاي تعظم دور الجمعيه العموميه؟ بما يتلائم مع الميثاق الاولمبي، الميثاق الاولمبي قال ايه؟ احكموا نفسكم بنفسكم. ارفض التدخل الحكومي. قد ترجع لي اللي الحكومه عايزاه بس برغبتك انت. تمام. مش برغبتهم. تمام. ده ببساطه شديده جدا. اتعمل القانون على تعظيم دور الجمعيه العموميه. وقلنا ساعتها هايل و80% من اللي احنا عايزينه يتعمل في القانون. هو ده الطبيعي يا استاذ. يعني هو ده الطبيعي ان الحق الجمعيه العموميه اللي هي عايشه جوه النادي وعارفه اركانه وعارفه مبادئه وعارفه اخلاقه وعارفه اسسه وعارفه 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 ان هي تحط قوانينها. يعني انا ما ينفعش اجي في بيتك اقول لك اعمل كذا وكذا وكذا، يعني انت ادرى من بيتك مني. الله ينور عليك. فقلنا الجمعيه العموميه هتعمل دورها والى اخر كلام. وطلعنا قلنا اشدنا بالقانون بعد ما مشوار طويل قوي. لو قعدنا نحكي فيها ده عايزين اربع ساعات مثلا عشان نحكي من 2012 لحد ما وصلنا لده. ومناهده واخذ وعطاء ومناهده لحد ما وصلنا لهذا القدر. وكان متعاون معايا الصراحه لجنه الشباب في مجلس الشعب وفي المجلس النواب والاستاذ فرج عامر الدكتور محمود حسين شخصيات هايله. وبقى ياخدوا ويدي معايا اطلع في التلفزيون نقول ياخدوا المقترح يبتدي ينفذوه. بدينا على كده وانا كنت الوحيد اللي بناهد مع السيد الوزير وحققنا اكبر قدر من المكاسب. حلو. طلع قانون.
فوجئنا بقى في القانون. القانون الكلمة اللي قالها المهندس محمود طاهر أنا بس هفسرها، مش بدافع برضه عن محمود طاهر. في مادة اتضافت ليلة القانون ما هيتعرض على مجلس النواب في اللجنة العامة. وأنا بقول هو على مسؤوليتي. المادة دي اللي هي المادة الرابعة في بعض الإيه؟ لا قول لي الحتة دي تاني برضه. يعني في المادة أنا بقولها لك هو إن هو المهندس محمود طاهر في البيان بتاعه قال إيه؟ قال دي اتضافت بعد التصويت. لا. هي اتضافت قبل ما يتعرض مشروع القانون على اللجنة العامة في مجلس النواب. قبليه بيوم. ليلتها بالليل. وأنا واثق باللي أنا بقوله ومسؤول عنه. تمام. إيه المادة دي؟ اللي هي المادة الرابعة في مواد الإصدار. وهقول لك البرهان هنا، قلنا كلامنا مليون مرة. تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية. دي المادة اللي اتضافت. دي المادة اللي اتضافت. تمام. تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية. عم كمل. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ماشي. يخصص لوضع نظمها الأساسية. ماشي. وتحدد اللجنة الأولمبية النصاب اللازم لانعقاده. ماشي. وللموافقة على تلك النظم. فإذا انتهت المدة المشار إليها 3 أشهر. تطبق اللائحة ولم تجتمع تجتمع هذه الجمعيات سواء عدم اكتمال النصاب أو لأي سبب آخر يعمل بأحكام اللائحة الاسترشادية. تمام. نقف معاك. سواء عدم اكتمال النصاب أو أي سبب عندي المدة اللي هي 3 شهور. يعني في خلال ال3 شهور اجتمع ما اجتمعتش الجمعية لعدم اكتمال النصاب أو لأي سبب آخر هتاخد الاسترشاد. تمام. لحد كده كويس؟ حلو. دي المادة اللي هضافها. حلو. طيب. الأصل بقى المادة اللي المادة الثالثة في القانون جوه القانون بقى. خلي بال حضرتك معايا. تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبي والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي. إذن هنا عامل اللجنة الأولمبية إحدى الهيئات الرياضية زيها زي أي اتحاد زي أي نادي. تجتمع الجماعة بتاعته وتحط رائحته. لما جم ضافوا المادة دي نسيوا يشيلوا دي. فبقت المادة الثالثة بتقول كلام والمادة الرابعة في مواد الإصدار بتقول كلام تاني. طب ليه يا بهوات؟ علشان نرجع تاني نقول مين بابا؟ احنا عايزين برضه نرجع لبابا. احنا خلصنا من البابا بتاع الحكومه هنرجع له تاني. هقولها لك ازاي. لما جه ماده الاصدار في الماده الرابعه ادى اللجنه الاولمبيه صلاحيه. طب خليني بس عشان انا خليني اخد عقل المشاهد وعقل الجمهور. هي الماده الثالثه دي قانونيه؟ دي المادة الثالثة دي قانونية لتتولى الجمعيات العمومية. تمام. للجنة الأولمبية أهي. حلو. واللجنة البارالمبية أهي. والأندية الرياضية أهي. والاتحادات الرياضية وأعضاء جمعيات عمومية الاتحادات الرياضية ووضع أنظمتها الأساسية بما توافق مع اللي هو بيوتهم. أيوة بالظبط. حلو قوي. دي الأساس. اللي هم ضافوها. اللي ضافوها قال إيه؟ قولها برضه تاني. أنا قاعد معاك بقى إن أنا مشاهد. ماشي يا فندم. قال إيه؟ تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية. هنا اختص. طب ما دي متناقضة مع دي خالص. الله ينور عليه. خالص. بالظبط. يعني تناقض عيني. واضحة ايه؟ لائحة استرشادية للنظم الأساسية. قال لك اللجنة الأولمبية هتحط لائحة استرشادية. ده أول تكليف. وقام جاي زنقك بقى. قال إيه؟ اللجنة الأولمبية دي تحدد لك النصاب. يبقى هنا إدى تكليفين للجنة الأولمبية. تحضر لائحة استرشادية. وتحط النصاب. وتحط النصاب. مالهاش حاجة غير كده. وتحط الأيام. لا. هي دي النقطة المهمة جدا بقى. والسؤال ده أنا كنت في إحدى القنوات ودخل معايا الأستاذ هشام رئيس اللجنة الأولمبية. هشام حطب. فدخل أنا نفسي حد يدخل والله. يعني يا جماعة لو حد يدخل يرد على أنا على الهوا أهو. يعني يا ريت. والموضوع يعني يعني سهل. سهل جدا ونقنع الناس باختلاف الآراء واختلاف اللي إحنا فيه ده الغير مبرر. تماما يعني اختلاف غير مبرر تماما وحطينا في مشكلة يعني من مش من مفيش مشكلة أصلا. إحنا اللي خلقنا المشكلة. بالظبط. يعني يا ريت حد يدخل يرد. فقال لك اللجنه الاولمبيه لها تكليفين. 2 تحضر لائحه استرشاديه وتستنى على جنب. والنصاب. والنصاب. ليه النصاب؟ زي الزمالك، زي الجزيره، زي 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 خلاص. الاسترشاديه دي واكنك انت ما شفتهاش. واعتمد لائحتك وتعظيم سلام. حلو. تمام؟ حلو. طب النصاب ما كملش تاخد الاسترشاديه. حلو. لا حاجه ثاني؟ لا. قال حاجه على الاجراء؟ انا على حضرتك بتقوله ده لا. انا بكتب القانون اهو. تمام. قال حاجه على الاجراء؟ خالص. من هو ملك الاجراء هنا؟ صاحب الصفه اللي هو النادي. تعالى بقى. الماده السابعه وانا قلت الكلام ده. الكلام يا جماعه الكلام على الورق القانون استاذ طلال. القانون وانا برد بعقليه او المشاهد او برد بعين المشاهد وعقليته.
اللي هو اللي انا بحب يعني يفسر كل الكلام عشان الكلام لا يفسر بطريقه اخرى. اتفضل يا فندم. واحده في البرلمان في اجتماع لجنه شباب ورياضه كان موجود المهندس محمود طاهر استاذ عماد وحيد وانا كنت موجود، وحصل حوار بيني وما بين السيد الوزير لمده ساعه تقريبا اخذ وعطى، واللي انا بقوله لك ده قلته له وعلى الهوا وقدام الناس وهو مسجل، ما بجيبش حاجه من برايا. قلت له الماده السابعه بتقول ايه يا سياده الوزير؟ قال لي بتقول ايه؟ مع عدم الاخلال بالاختصاصات المخوله هيئات الرياضيه يصدر الوزير المختص القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون خلال مده لا تتجاوز 3 اشهر. خلي بالك بقى من اللي جاي، وهتظهر هذا القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القايمه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. يعني حلو. المشرع راجل بيحط تشريعات دماغه قد كده. لما الغي قانون وحط قانون هيحصل فرق تشريعي. اكيد. فقال لك ايه؟ طب احنا لغينا القانون القديم وحطينا القانون الجديد، هبتدي انفذ انا في القانون الجديد اعمل له لائحه. قال له يا سياده الوزير المنوط عن تنفيذ هذا القانون اعمل القرارات المنظمه لتنفيذ هذا القانون معاك 3 اشهر. يعني من 1/6 ل 1/9. تمام. طب في 3 اشهر دول هنشتغل ازاي؟ بالقانون القديم. لغى القانون، قال له اللوائح القديمه شغاله. اهي عشان ما يبقاش في فراغ قانوني تشريعي. ويستمر العمل باللوائح والقرارات القايمه، يعني اللي قايم اشتغل عليه. بالظبط. انا سالت السيد الوزير وعلى الهوا واحنا في البرلمان، قلت له هيئات الرياضيه اللي عندك دي دلوقتي شغاله ازاي؟ قال يعني ايه؟ قلت له لائحه طاهر ابو زيد شغاله ولا اتلغت؟ قال لي شغاله. طبعا. قلت له شكرا، تعالى ناخد. هو ده المنطقي، ده بالقانون، انا ما جبتش حاجه من لا ما هو ده المنطقي. هو سياده الوزير رد الرد المنطقي اللي هي لازم تشغل اللائحه القديمه علشان ما يبقاش في فراغ تشريعي. هو ما جابش حاجه من عنده، هي مكتوبه في القانون وهو ملزم بيها. بالظبط. طب ما نجيب لائحه طاهر ابو زيد اللي هي شغاله وناخد منها الاجراء ونعمل الجامعه والميه. حلو. في خلاف؟ خالص. ما رضيش. قلت له يا سياده الوزير القانون اختص شال كلمه النصاب من حق اللائحه بتاعت طاهر ابو زيد، بدل ما يبقوا 2000 واحد الغي دي، ان القانون خدها واداها للجنه الاولمبيه. اعمل النصاب للجنه الاولمبيه زي ما القانون قال، واعمل ارشاديه زي ما القانون قال، بس هات الاجراء. احنا بنتكلم دلوقتي في اجراءات. بالظبط. بالظبط. الاجراءات اللي هي موضحه في القانون القديم وليست موضحه في اللائحه القديمه بتاعه طاهر ابو زيد، وليست موضحه في القانون الجديد. اتوضحت بعد كده في اللائحه الاسترشاديه اللي احنا شربناها كلنا. تمام. أنا بتكلم قبل ما نشرب الاسترشادية، أنا بتكلم في المدة من 1/6 حتى 1/9 اللي هي المدة اللي انعقدت فيها جميع الجامعات العربية بتاع الأندية. بالظبط. اللي شغال إيه؟ لائحة طاهر أبو زيد. بالظبط. الإجراءات. بالظبط. نجيب لائحة طاهر أبو زيد وناخد منها الإجراء ونشتغل عليه. ما رضيش. ليه؟ ده ليه تسأل هو. طب حضرتك تفتكر ليه؟ ما عنديش إجابة. وأنا قلت له الكلام ده، إحنا كالعادة بيخلقوا العفريت ما يعرفوش يصفوه. هي دي العادة. طب وصلنا لفين؟ نعملها بقى على يوم واحد ولا على يومين؟ نعملها على مقر واحد ولا مقرين؟ اجتهاد ده بقى. تفتق ذهن الساده اعضاء اللجنه الاولمبيه وبعتوا اول جواب للاجراءات. قال له ايه؟ اعمل الجماعه بتاعتك بمعرفتك بالطريقه اللي انت تختارها كمجلس اداره. ده اول جواب طلع باللجنه الاولمبيه اللي على ضوءه المستشار مرتضى قال انا هصوت بايدي مش هحط ورق. انا حر بقى، ما انت اللي قلت لي. قام راجع لحق نفسه تاني قال له لا انت هتصوت بورقه في الصندوق. وقعد مده المستشار مرتضى مسمع رايه وكان رايه قانوني صح. وبعد طبعا لانه راح له جواب رسمي. بالظبط كده. الجواب الرسمي ده من لا يملك اعطى لمن لا يستحق. مين اداك صلاحيه ان تحط الاجراءات كلجنه اولمبيه؟ حد يطلع يقول لي القانون اهو، يقول لك ايه القانون؟ طب القانون اهو فين؟ مفيش. هل القانون اداك هذا الحق؟ ما ادالكش. مش مملوك ليه خالص. القانون قال لك حضر النصاب وحضر الاسترشاديه، ده اعطى ما لا يملك. بالظبط. اللي ما لا يستحق ليه بقى؟ اللي ما لا يستحق ليه؟ ان انا سمحت له ان هو يتحكم فيه، هو مش حق الصلاحيه عنده، مش حقه المطلق خالص. فجه الاهلي قال ايه؟ حقه يحدد النصاب، يقول لك النصاب بتاعك 12000 ونص. حقه قالوا في الماده الثالثه في القانون ان هو مدي الحق للجامعات العموميه. بالظبط كده. ما دي ضدي. طب انا هاخد اللي انت ضفتها واشتغلنا عليها وحضر لي النصاب يا سيدي واعمل لي الاسترشاديه يا سيدي، ما عنديش مشكله خالص، لكن ما تجيش تقول لي بقى اعملها يوم ولا يومين. طلع الوزير بعد كده قال ايه؟ طب استاذنك ناخد دكتور محمد فضل الله. قوي. دكتور محمد فضل الله خبير لوائح، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ دكتور صلاح. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا رب. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك.
كل سنه وحضرتك طيب ودايما بتنورنا دكتور في اي مداخلات يعني، ونفسنا تبقى تيجي هنا معانا ان شاء الله ومعايا انا عشان اتشرف بيك ويبقى الحوار كده يعني لايف قدام المشاهدين. يعني انا مش عارف الجدل ده هنفضل فيه لغايه امتى يا دكتور، وهل هو جدل يستحق الجدل ولا هل هو جدل مفتعل، ولو مفتعل مفتعل لصالح مين، ولو في صالح مين ايه المصلحه؟ شوف حضرتك، هو كابتن عبد الحميد، هو طبعا لو جدل على اختلاف قانوني يبقى دي حاجه صحيه، ان في اشكاليه انت عندك. اشكاليتنا كلها يعني اكيد زي ما الباشمهندس طلال طبعا اتكلم، ان في تفسير نص اللي هي الماده 4، كل الاختلاف هل الماده 4 حددت شروط العقاب الجمعيات العموميه الانديه الرياضيه ام لم تحدد شروط للعقاب؟ اللي قاله المهندس طلال ما تحددتش حاجه، وده المتفق عليه، وده اللي هو واضح من قراءتنا للنص. اي حد هيقرا النص هيلاقي ان هذه الماده لم تحدد شروط العقاب الخاص بالجمعيات العموميه للانديه الرياضيه. تمام. التزمت فقط بتحديد النصاب، بالرغم من فكره تحديد النصاب بحد ذاتها في مخالفه صريحه للاتفاق. تمام. الاتفاق الاولمبي عندما حدد فكره ان تكون اللجان الاولمبيه الوطنيه هي جهات لحمايه المؤسسات الرياضيه، حددها من منظور حمايه تلك المؤسسات من وجود نصوص تخالف قواعد واحكام النطاق الاولمبي، لم يحدد ذلك من منطلق ان اللجان الاولمبيه تتدخل في اعمال الجمعيات العموميه للانديه الرياضيه. حلو. ولكن انت بتحترم القانون، القانون عهد اللجنه الاولمبيه الوطنيه بتحديد الانتصار الخاص بذلك الاجتماع الخاص، انت التزاما منك بهذا القانون التزمت في النصاب القانوني. مثال النادي الاهلي 12500. تمام. ولكن القانون لم يحدد شروط العقاب. فكره بقى اجتماعا خاصا ان دي معناها يوم واحد وفي مقر واحد، انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن عبد الحميد، اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه 3 ايام. ومش شرط ان يكون، وكافه اجتماعات الاتحادات الدوليه مش شرط ان هي تبقى في لوزان، يعني الاتحادات القادمه لاتحاد كره اليد في اجتماع الجمعيه العموميه العاديه هيكون في تركيا في شهر 12. دي ما تمش الاشتراك من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه ان تلتزم الاتحادات الدوليه باقامه اجتماعاتها في المقرات الرئيسيه اللي هي في بيتسبورغ، واخد بال حضرتك؟ ففكره ان الاجتماع الخاصه معناها يوم واحد وفي مقر واحد ده تفسير طبعا جدلي ولغوي ما يروحش للتفسيرات القانونيه. فاحنا فيما يتعلق بنفس الماده 4 لم تشترط حدود الانعقاد ولا طبيعته ولا مدته ولا طريقته ولا يوم ولا الكلام ده، اللي هي اجراءاته يا دكتور. فقط في اجراءات بترجع للجمعيات العموميه، ولذلك النطاق كان صريح في عمليه تدخل السلطات الخارجيه. النطاق يا جماعه ما قالش يا كابتن عبد الحميد ان يبقى في جفرمنت انتر، ما قالش ان يبقى في تدخل حكومي، لم يذكر هذا المصطلح. النطاق فقط ان لا يجوز التدخل في اعمال وسلطات تلك المؤسسات، ولا يجوز وجود اي مؤثر خارجي او يتدخل احد في اعمال القرارات الخاصه. ولذلك الاتحاد الدولي لكره القدم خد النص ده من النطاق ووضعه في لائحه الاتحاد الدولي لكره القدم، الزم فيها الاتحادات الوطنيه لكره القدم بان هي تحمي انديتها الاعضاء من اي قرار او من اي تدخل سلطه يؤثر على قراراتها. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فدي عشان الناس بس تبقى فاهمه الاتفاق الاولمبي، الاتفاق الاولمبي ما بيحطش قواعد محدده، الاتفاق الاولمبي بيديك طريق تمشي فيه، وانت بتاخد من القواعد دي هي تحط لوائح دوليه او تضع لوائح دوليه تنظم بها اعمالك وفقا لجمعيتك العموميه وفقا لرؤيتك. تمام. وامر اخر النطاق بيلتزم، معلش انا اسف لو طولت عليك. لا اتفضل اتفضل. تمام اتفضل. وحشني. ان اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اعلى سلطه للرياضه في العالم فيما يتعلق بالرياضه التنافسيه والهيئات والمنظمات. اكيد. احنا عندنا قاعده مهمه جدا في صياغه النصوص. القاعده دي بتقول ان انا لا يستطيع احد ان يتحكم في قراراتي طالما انا مش منبر عنده. حلو. الانديه مش عضو في اللجنه الاولمبيه الوطنيه. تمام. ليه النادي الاهلي ما يقدرش يخالف قرارات اتحاد الكره؟ لان النادي الاهلي عضو بالظبط كممبر
بالظبط في اتحاد الكره بالظبط. الاستاذ طلال فبالتالي عامل في نادي الزهور، فبالتالي اتحاد الكره له الوصايه. تمام، استاذ طلال عضو عامل في نادي الزهور، ما يقدرش يخالف تعليمات بالظبط بالظبط الزهور فيما يتعلق بتعامل الاعضاء العاملين. تمام، فانا مش عضو في اللجنه الاولمبيه، وده لو ده الاهلي لو طلع للمحكمه الرياضيه الدوليه اول سؤال هتساله المحكمه الرياضيه الدوليه انت عضو ولا مش عضو؟ انت عضو في اللجنه الاولمبيه الوطنيه واخد بال حضرتك، فبالتالي ما تقدرش تنزل. بالامر الاخر ما عندناش حاجه في القواعد بتقول ان سلطه تتحكم في اعمال سلطه مكونه لها. يعني ايه؟ يعني الاتحاد تمام سلطته متتكون من الاعضاء العاملين اللي هم الانديه. تمام تمام، مفيش حاجه عندنا في القواعد الدوليه وفي الصياغات النصيه بتقول ان الاتحاد ده يجي يفرض شكل معين على الجمعيه العموميه للاهلي، لكن هو يفرض في القرار في البوب فيما يتخذه مجلس الاداره من قرارات فيما يتعلق بتنظيم الرياضه المعني بيها الاتحاد. في امور الناس لازم ان هي تكون عارفاها عشان تعرف طبيعه تكوين تلك المؤسسات وتلك الرياضة. الامر الاخر والاخطر بقى ان لا يوجد نموذج في العالم في العالم عهد للجنه الاولمبيه ان تلزم الانديه الرياضيه بالاتحادات باللوائح الارشاديه المنظمه ليها. لا يوجد نموذج في العالم. مصر افرضت نموذجا جديدا في ان اللجنه الاولمبيه تضع لوائح الاتحادات وتلزمها بها والانديه، مفيش حتى الاتحادات. يعني مفيش حاجه في العالم تقول ان اللجنه الاولمبيه تحط لائحه الاتحاد، مفيش حد في العالم يقول ان اللجنه الاولمبيه تحط لائحه النادي، ده مش موجود في العالم. طب يعني طب الفكره دي جت منين؟ يعني الفكره اللي أنا احنا كان توجهاتنا في استقلاليه، على فكره الراجل اللي قاعد قصادك ده والعبد لله من اوائل الناس اللي كانت بتتكلم من 2008 و2007 اللي بتتكلم في استقلاليه الجمعيات العموميه. اكيد نعم، دي جمعيات عموميه تخرج عن الجهه الاداريه. صحيح الجهه الاداريه لا تلزم، صحيح الماده 4 اللي كانت في القانون القديم غلط، ان الوزير هو اللي يجي بعد كده يوافق او يرفض اللائحه، كل ده الكلام ده صحيح. ولكن يعملها ازاي؟ انا بدي لك نموذج استرشادي، انت عن طريق جمعيتك نظم طريقه التصويت. يعني انت كان ممكن الجهه الاداريه تضع اللائحه الاسترشاديه ويعهد للنادي انه يصوت على اللائحه الاسترشاديه او لائحه الناس. والله اذا الجمعيه العموميه اقرت اللائحه الاسترشاديه حقها، لكن مفيش حاجه انا بحط لك لائحه ما تبقاش عن طريق الاجبار. ما جبتش النصاب، لو انت ما جبتش النصاب هي اللي ملزمه عليك وهي اللي هتمشي عليها وان انت بعد كده هتغيرها، مفيش الكلام ده. انت دورك انت تديني اختيارات، اختيارات وانا اختار. يعني هل يعقل مثلا ان تيجي اللجنه الاولمبيه الانجليزيه تفرض على نادي ليفربول انه يمشي بالطريقه المعينه؟ هل يعقل ان اللجنه الاولمبيه الاسبانيه تيجي تفرض على برشلونه ولا على ريال مدريد انها تمشي؟ هتقول لي كيانات مختلفه، هقول لك الفكره الفكره متفقه. دي ممبر انديه كلاب ودي فيدريشن. ان الانديه بقى هناك شركات خاصه دي قضيه اخرى. احنا عندنا هنا برضو الانديه شركات. تمام؟ وعندنا مؤسسات، ففكره ان جهه مكونه الجهه تيجي تتحكم بالطريقه دي، دي مش موجودة قولا واحدا، مش موجودة في العالم. ونموذج فريد تتقرب به الرياضة المصرية لا يوجد مثيل له ولا يوجد نظير له في النطاق الأولمبي ولا تشابه في أي قواعد تحكم النطاق الأولمبي. فضل الله ده كلمه يعني الدكتور محمد فضل الله دايما. طبعا اكيد يعني الدكتور محمد فضل الله انا عارفه من زمن ودايما اراؤه القانونيه، وحضرتك طبعا يا فندم يعني يعني اساتذه في اللوائح. ربنا يكرمك. انا مش عارف دكتور محمد حضرتك لسه معانا؟ انا مع حضرتك يا فندم. يعني انا نفسي اعرف، طيب يعني يعني الفكره جت منين؟ والفكره في مصلحه مين؟ الفكره ايه؟ يعني من وجهه نظر حضرتك يا دكتور قبل ما اقفل معاك. هي الفكره زي ما انا قلت لحضرتك، هما طبعا النيه كانت يعني مش هنظن سوء النيه في الموضوع، النيه ان انت تروح لاستقلاليه الجمعيات العموميه، وده حق الاصيل على فكره، وده الصح ان انت تروح لاستقلاليه الجمعيات. انت عملت الفيلم حلو بس الاخراج وحش. الفيلم الممثلين كويسين والقصه مكتوبه لكن الاخراج وحش. انت ادي الاستقلاليه ولكن كمل الاستقلاليه، مفيش الزام، الميثاق الاولمبي لا يلزم، مفيش حاجه في الرياضه اسمها لو جبتش كذا تعمل كذا، ده مش موجود. انت عملت نفس التدخل،
اللي اقروا النطاق، بس بدل ما جبته جفرمنت جبته ان جفرمنت، بدل ما جبته حكومي بدل ما شلت الحكومي عملته ان جفرمنت غير حكومي. الاثنين غلط. الاثنين في النطاق غلط وده مش موجود. واخد بالك؟ فهي كانت التصور ان انا عاوز اخرج عن التدخل الحكومي، لان كان كل الكلام يقول لك التدخل الحكومي التدخل الحكومي. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها تدخل حكومي في النطاق. المصطلح ده مش موجود في النطاق. واحد بس يجيب لي كلمه الجفرمنت انترنس في النطاق. كل النطاق بيتحدث على تدخل اعمال سلطه خارجيه في قرارات جمعيات عموميه ايا كانت بقى هذه السلطه. واخد بال حضرتك؟ فهي دي القضيه. فبالتالي الاشكاليه هي اللي تولدت بالطريقه دي. انت عشان كنت تعالج هذا الموضوع حط لوائحك الاسترشاديه. انت ليك بس كلجنه اولمبيه ان انت لما تجيلك نادي الزهور يبعت لك لائحته يقول لك والله لا يجوز للناس اللي هم بشره سمراء ان تمارس الرياضه. تمييز، رجع اللائحه، غير النص ده. بالظبط. ده مخالف للنطاق، انت بتحمي النطاق ولكن لا تفرض النطاق. فرق كبير جدا ما بين الاصطلاحين. فطبعا الموضوع ده عشان انت توصل له لازم يكون الناس اللي كانت بتطير عندها الوعي والادراك لطبيعه التعامل مع تلك المنظمات وطبيعه تنظيم الرياضه. واخد بال حضرتك؟ ولذلك انا دايما لما بنيجي نصيغ قوانين بجيب النماذج، بجيب المودلز. عندنا حاجه اسمها اللو موديل، القوانين العالميه او النماذج اللي انا اقدر استرشد بيها. واحد فقط، واحد فقط، ده بقول لحضرتك على الهواء، يجيب لي نموذج واحد فقط في العالم المعمول بيه الاولمبيه الوطنيه تلزم لوائح عمل الانديه والاتحادات الرياضيه. ما فيش. يا دكتور، يا دكتور، دلوقتي اللجنه الاولمبيه ما عملتش جمعيه عموميه في الثلاث اشهر اللي فاتوا حسب القانون. عندهم الثلاث اشهر جايين لازم يعملوا انتخابات حسب القانون. هيشتغل على لائحه استرشاديه بدون اعتمادها من الجمعيه العموميه، ده مظبوط؟ لا طبعا، مش حاجه اسمها كده. لازم تم... هو لازم احنا كلنا بنكمل بعض. اولا الاتحادات تعمل قبل الانديه، ده بالصح. لا سيبك من دي خالص، خلينا بس في الجزئيه اللي بقول لك عليها دي. تاني قال اللجنه الاولمبيه، اللجنة القانون قال 3 اشهر اللي انت تعمل لائحه. حضرتك سامع الاستاذ طلال دكتور؟ اتفضل. اول 3 شهور اعمل لائحه، 3 شهور تانيين اعمل انتخابات. فاول 3 شهور اللجنه الاولمبيه ما عملتش اللائحه. يبقى هتاخد استرشاديه، ما احنا قلنا اهو في 3 اشهر. الاسترشاديه دي مين اللي عاملها؟ مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه. هل عرضتها على الجمعيه العموميه؟ ما هو الجمعيه العموميه رفضتها. لا ده ما اجتمعتش اصلا، لم تدعى ولم تنعقد. اصبح عندك الاسترشاديه. الاسترشاديه دي ما تعرضتش للجمعيه العموميه بتاع اللجنه الاولمبيه. اتحداك لو اللجنه الاولمبيه الدوليه عرفت واعتمدت انتخاباتهم. اتفضل يا دكتور. طبعا يعني زي ما الاستاذ طلال بيقول، انت عندك، احنا زي ما قلت لك احنا عندنا حاجه اسمها هيكله الهرم. الانديه بتجيب الاتحادات والاتحادات بتجيب اللجنه الاولمبيه. تمام. كان انت لو انت ماشي بلاننج صح، لو انت مخطط صح، الانديه تخلص انتخاباتها، بعد كده الاتحادات تجتمع وتخلص انتخاباتها، بعد كده اللجنه الاولمبيه تجتمع وتخلص انتخاباتها. تمام. كلنا بنقوم بعض. تمام. ما ينفعش تبني الهرم من قمته من غير ما تجيب القاعه. واخد بال حضرتك؟ فده ما تمش. الامر الاخطر وده برضه ذكره الاستاذ طلال، ان انت عندك الماده 3 من متن القانون. تمام. مختلفه تماما عن الماده 4. ده اتكلمنا فيها واضحه جدا لكل الناس. يعني ماده احنا كلنا زي بعض. احنا وهو ده اصل الرياضه. لان ليه احنا كلنا زي بعض؟ لان احنا مفيش حد فينا افضل من الثاني. لان احنا كلنا مكونات في حلقه. لو خرجت الحلقه دي من الدايره، الدايره دي كلها باظت. بالظبط. الانديه مش، الاتحادات مش هتتواجد من غير انديه. واللجنه الاولمبيه الوطنيه مش هتتواجد من غير اتحادات اولمبيه. فهي دي الفكره، احنا مش جزر منعزله. لا يجي من بره يتحكم في الاخر. واخد بال حضرتك؟ بس الاستاذ طلال كان سؤاله غير كده يا دكتور. يا دكتور. نعم. اللجنه الاولمبيه المصريه تقدر تعمل انتخاباتها على لائحة استرشادية لم تعتمد من الجمعية العمومية؟ لا. نعم؟ لا. شكرا. لا. لازم لائحة النظام الأساسي التي يتم انتخاب اللجان الأولمبية الوطنية عليها تعتمد من جمعياتها العمومية المكونة للجنة. قولا واحدا. ادي بقى مشكلة جديدة أنا بصححها. قولا واحدا. قولا واحدا. شكرا يا دكتور. دكتور محمد فضل الله، شكرا جدا يعني على مداخلتك الجميلة، ويعني بتوضح فيها كتير جدا مع الأستاذ طلال. يعني هنجيب خبراء لوائح أكثر من كده؟ طيب يا جماعة، والله العظيم موضوع من موضوع يعني موضوع قرار، موضوع قانون بيطبق، الموضوع إن محدش يفرض عليك في بيتك حاجة، ده الموضوع. بس يعني طول عمر الأندية
هي اللي بتختار لائحتها لان هي اللي اضرب بانديتها. الدكتور محمد فضل الله والاستاذ طلال بيقولوا ان الكلام ده ما حصلش في ولا دوله في العالم، فاحنا دايما متفردين ولا بلاش؟ ولا بلاش على رايك. هو بص يا بيه، هو احنا محتاجين نبقى ايه؟ كلنا نبقى ترزي. عارف الترزي؟ لما اجيب المقص وافصل على قدك، احنا عملنا ايه؟ اخدنا مشوار عشان تعظيم دول كلنا كنا بنستنى قانون الرياضه، ورجعنا تاني المشوار لنا نفسنا عمالين بنعمل خطوه تنظيم في محلك سر. الوزير مش عايز يسيب اختصاصاته فخد سابها لك ورجع خدها بطريق تاني. اتغير التايتل من فوق، بدل ما يبقى اللائحه دي طالعه من الوزاره، لا طالعه من اللائحه من اللجنه الاولمبيه. الاستاذ اللي قاعد على رئيس اللجنه الاولمبيه عايز يعمل حاجه تانية، يفضل قاعد عشان يفضل قاعد يفصل. التفصيل هقوله لك دلوقتي بدليل ان هو وقع في مشكله انا مش هفوتها له بتاع اللجنه الاولمبيه دي. النهارده قاعد بيفصل. طب انت جيت في لائحه في الانديه عملت لائحه استرشاديه واحده واحدة قمت ضاربها للكل. تمام. في الاتحادات عملت كام لائحة؟ 27 لائحة. كل اتحاد لوحده. واحد يقول لك فوق ال 60 سنة ما يترشحش، واحد يقول لك 8 سنين بأثر رجعي، واحد يقول لك اللي مش عارف اللي لابس قميص أحمر ما ينزلش. كل واحد حط اللي هو عايزه. هو خد اللائحة بتاعته مضاها له وقال له انزل. ما تجيبش جميع المية بتاعتك. ما جابهاش بقى استرشادية ملزمة اللي احنا متفقين عليه. سلام. أدت التفصيل عشان ايه؟ عشان يضمن اللي قاعدين على الترابيزه اللي جايين له في جامعه عموميه بتاعت اللجنه الاولمبيه ينتخبوه. ادي اللي طلعنا به من القانون. طب انا هوضح كلامك تاني يعني بطريقه مختصره وحضرتك هتقوله تاني لان الموضوع ده مهم جدا. حضرتك فهمتني ان في حد قاعد رئيس حاجه وعنده ناس بيتحكم فيها، فطلع الناس اللي بيتحكم فيها دول قدموا له يعني ولاء الطاعه. تمام. ان احنا هنعتمد اللائحه الاسترشاديه بتاعتك في سبيل انت تعتمد لنا اللائحه بتاعتنا كاتحادات. لا اللي حضرتك عايز توصله. بص يا فندم، ان انت انا هقعد بقى 10 سنين، ان انا هقعد 5 سنين، ان انا هقعد مش عارف كام سنه. هو قاعد رئيس لجنه اولمبيه. مين اللي انتخبه؟ الاتحادات الاولمبيه. بالظبط. طب اللي انتخبوه دول ثلاث ارباعهم بتوعي والربع مش بتاعي. نخلص بالربع. خلص بالربع. واللي قاعدين يبقى بتوعي ينتخبوني تاني. عشان نعمل الكلام ده نعمله ازاي؟ كابتن عبد الحميد انت اتحاد ايه؟ هاند بول. ماشي. لائحتك فين؟ اهي. طب انا هكتب لك عليها من فوق هنا استرشاديه وهضيف لك سطر من تحت. ده في السطر اعمل لجنه فضل ونزعات، خد اللائحه دي. الاسترشاديه بقت بتاعتك اللي انت جبتها. انزل جميع المياه بتاعتك ما تجمعهاش. وما تكتملش النصاب. اصبحت الاسترشاديه اللي انت عاملها بايدك بقت ملزمه. بالظبط. شكرا. ما هو ده ادي التفصيل. عمل كده كل واحد فصل له اللي عايزه. واحد يقول لك فوق سن ال 60 وموتوه مع خير الحكومه، والتاني يقول لك انا عضو اتحاد دولي يبقى ليا صوت في الجامعه العموميه، والتالت يقول لك اللي جاي من انديه ما اعرفش منصب عالي. اشتغلنا على كده عمل دون. انا بس عايز اوصل نقطه مهمه جدا. اتفضل. النهارده في موضوع النادي الاهلي وصلنا لحاجه مربط الفرس، الاجراء. طيب القانون ادى للجنة الأولمبية حق إيه؟ في المادة الثالثة في آخر حاجة بيقول كما يشترط، خلي بالك بقى معايا باللفظ، موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء جمعية عمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع. يبقى أنت هنا بتوافق على إيه؟ على اللائحة اللي أنا جبتها لك. بالظبط. اللائحة دي مطابقة للقانون ولا لا؟ مخالفة للدستور للميثاق الأولمبي ولا لا؟ ليك حاجة تاني؟ لا. جاب سيرة الإجراء هنا؟ خالص. طب أنت بترفض اللائحة بتاع الأهلي على أساس إيه؟ على اساس اجراءات اللي انت مش ذاكرها اساسا. انت اولا ده مش من حقك، وهو القانون وضح لك اهو اعتمد للائحه. ما قالكش اكتر هي مطابقه للقانون ولا مطابقه ومخالفه للميثاق الاولمبي ولا لا. لو مخالفه للاثنين ارفضها. هي مطابقه للقانون ومطابقه لكل حاجه. ترفضها على اساس ايه؟ بتقول لي اجراء. طب اديني جواب قول لي اجراء. انت لا تملك انك تطلع هذا الجواب. ولما عمل ايه مع النادي الاهلي؟ قام مطلع قرار بنشر استرشاديه للنادي الاهلي في الوقائع. الله، ايه هو ايه ده؟ معناه فيما معناه ان اللائحه بتاعتك اترفضت. طب اديني اسباب رفضها. مش عايز تطلع. طب اروح منك فين؟ روح مركز تحكيم. هم ما سببوش الرفض يا استاذ؟ لا خالص. قال لك كده بالظبط، اصدرت مش عارف ايه اسمه ايه ده رئيس اللجنه الاولمبيه قرار باعتماد اللائحه الاسترشاديه للنادي الاهلي. خلاص كده ده اللي نزل في الوقائع، خد اللائحه الاسترشاديه. طب انت رفضت لائحتي؟ قال لك فيما معناه كده؟ طب ليه؟ عشان انت ما عملتش اجراء، طب مين اداك الحق؟ طيب مش المفروض يسبب هذا الرفض؟ المفروض
ما ده اللي هيتقال بقى جوه فضل المنازعات. ده يعني القوانين ده لما القاضي بيحكم مادة 23 لما القاضي بيحكم بيقول سبب بيسبب الحكم بتاعه. مادة 23 السيد الوزير ده حاجة مهمة جدا. السيد الوزير بيهدد الكل بمادة 23 مادة 23 من حقي، حقك ايه يا عم؟ مادة 23 بتقول ايه؟ للجهة الإدارية المختصة اللي هو سيادتك الوزير ولزوء الشأن اللجوء لفين؟ ما قالكش الغي القرار ولا تملك حسب القانون بقى إلى مركز التسوية والتحكيم. يبقى أنت يا سيادة الوزير شفتين عملت إجراء باطل ومخالف للقانون، تاخد بعضك كده وتروح على فين مركز التسوية ترفع قضية عليا. لكن ما تلغوهوش. أنت مالكش أكتر من هذه الصلاحية. ما تطلعش تقول لي مادة 23 من حقك تحيل الموضوع كطرف في خصومه وليس صاحب قرار. خلي بالك دي مهمه جدا طبعا، تحيلها كطرف في خصومه وليس صاحب القرار. بالظبط. يبقى احنا بنعتمد الناس ما بتقراش وبيقول بيتقال الكلام اللي هو عشان الناس ما بتقراش. لا يا سيادة، احنا بنعرف نقرا وبالتالي وصلنا للمشكله. طب قولها تاني بعد اذنك يا استاذ طلال. الماده 23 للجهه الاداريه المختصه ولذو الشأن اللجوء الى مركز التسويه والتحكيم اللي هو الجهه الاداريه المختصه وذوي الشان اللي هو سياده الوزير. اللي هو الجهه الاداريه المختصه المديريه والوزاره. بالظبط. مركز التسويه والتحكيم الرياضي المنصوص عليه في الماده 66 من هذا القانون لابطال اي قرار يصدره مجلس اداره الهيئه اذا كان مخالفا لاحكام هذا القانون. يعني او القرار لايه بقى الجهه المختصه اللي هي ايه؟ اللي هي هتوديني بقى كده على فين؟ على مركز التسويه والتحكيم. مركز التسويه كطرف، انت كطرف كوزراء في الخصومه يعني مش من حق ان انا اخد قرار غير لما اروح للجهه المختصه التحكيم. وكان من الاحرى على السيد رئيس اللجنه الاولمبيه بدل ما يتمطع وياخد قرار، لا يحل الموضوع لمركز التسويه والتحكيم. بالظبط. وكان يبقى فير. بالظبط. والله انتوا اخطأتوا في الاجراء، وانا تعالوا بقى نروح على مركز التحكيم. الاجراء اللي هو مش عارفينه اساسا، اللي هو مش بتاعك اصلا. بس نروح مركز التحكيم اللي انت بتقول هو ده هيبقى الفيصل القضائي بيننا ونحتكم قدامه. وقانون يعني والقانون هو واضح. ماده 23 ماده 23 بتقول لك حلني، يعني انت تحل الموضوع للمركز. ما يتلكش خد قرار خالص. ليس يعني ما يتلكش من حق الجهه الاداريه المختصه اتخاذ القرار ولذو الشأن اللجوء الى مركز التسويه. العمليه واضحه. لو قرينا دي خلاص خلص. تعالى بتوع النادي الاهلي القرار بتاعكم اهو، انا بحيله مركز التسويه والتحكيم. اصبحت هنا اللجنه الاولمبيه مدعي على النادي الاهلي، يخش ده وده قبل اصدار القرار. هنقعد نتفق ان القرار اللي هيطلع مركز التسويه والتحكيم اصبح ملزم كانه قرار محكمه. ما عملناش كده ليه؟ والله انا حاسس ان انا بحلم. عشان التعنت اللي احنا فيه. يعني ما انا مين بابا؟ انا مش عارف مين بابا؟ احنا ما نعرفش نعيش من غير بابا؟ لازم يبقى فيه بابا. مش عارف تعنت ليه اساسا؟ انا ما اعرفش. وعشان ايه؟ وبعدين وصلنا يعني للازمه اللي احنا وصلنا لها وحلها سهل. يعني انا لما كان محمود طاهر اعمل الاتي، خلاص انا التجي للاجراء القضائي. لا خلينا نشوف بقى النادي الاهلي ممثل في المهندس محمود طاهر هيعمل ايه. نطلع بس فاصل ونرجع لحضرتك على طول عشان نشوف النادي الاهلي ممكن يعمل ايه في ظل هذه المشاكل المفتعله. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين مع الاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والمشكله اللي هي مفيش مشكله بصراحه، والله في عندنا مشاكل. يعني احنا كبلد عموما دايما احنا بنخلق المشاكل كده علشان نقعد نعرقل ونفصل زي ما الاستاذ طلال بيقول ترزي وربنا كبير يا جماعه، ومفيش حد بيفضل على كرسيه على طول والله العظيم. لو تعرفوا الموضوع سهل ازاي الدنيا كلها تمشي زي الفل. هانت ان شاء الله. يعني كنا بنقول ايه اللي جاي. انا بس قبل ما اخش في اللي جاي انا عايز اقول ماده مهمه جدا وهاخد منها حالتين. اتفضل. الماده الثانيه برضو من القانون. على الهيئات الرياضيه القائمه وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون الرسوم طبقا لاحكام القانون. تمام. خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. طب اللي ما يعملش توفيق اوضاعها بمعنى ايه؟ اللائحه وانتخابات. لائحة وانتخابات. أيوة. ده توفيق الأوضاع. ده توفيق الأوضاع. 3 أشهر تعمل لائحة. يعني توفيق الأوضاع ده كلمتين متفق عليهم إن هو لائحة وانتخابات. انتخابات 3 أشهر هنا و3 أشهر هنا. حلو. طيب اللي عدى 6 أشهر ما عملش حاجة. وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون. يعني اللي يعدي عليه لحد ما نوصل 1/12 أي هيئة من الهيئات
الرياضية اللي قايمة وقت إصدار هذا القانون وما عملش يعتبر منحل. زي مين يعني مثلا؟ زي اتحاد الكورة. ومين كمان؟ واللجنة الأولمبية هنجيلها. طب اتحاد الكورة عملت إيه؟ عدت 3 أشهر ما عملش لائحة. ماشي، هياخد استرشادية مش عارفين هي مين. أنهي استرشادية بتاع اتحاد الكورة دي ما نعرفهاش. طيب هيقعد لحد 1/12، هيعمل انتخابات ولا مش هيعمل؟ الله أعلم. خلي بالك على حسب اللائحة لازم يعرض الفتح باب الترشيح أقصى ميعاد 10/10. 10/10؟ اه، ان قبليها بال 45 يوم ل 60 يوم، اجي قلت لك 45 يوم. يفتح باب الترشيح اخر ميعاد يفتح فيه في باب الترشيح 10/10. طب ما فيش اصلا، احنا ما سمعناش اي حاجه. اديك ما سمعتش ولا انا سمعت. ما عملش. هتطبق عليه قانون؟ نتفرج بقى. سؤال السيد رئيس اللجنه الاولمبيه خشب حطب. ما بعتلهمش ليه؟ هو اتحاد الكوره ده مش ممثل في اللجنه الاولمبيه؟ اكيد ممثل. محمد المصري كان عضو فيه. ممثل اتحاد الكور، ما بتفتشوش لائحه ليه؟ ما تطبقش عليه ليه؟ مش والله لو عندي، ما اعرفش مين زينب بقى. ما في زينب هنا، القانون ما بيطبقش على زينب. مين زينب؟ ما اعرفش. اشمعنى اتحاد الكوره؟ يبقى عندي هنا معضلتين انت اللي خلقتهم يا سيد رئيس اللجنه الاولمبيه وانت قاعد مطرح، عشان انت شاغل بالك تستمر ازاي وقاعد بتلعب في الاتحادات عشان يجيبوك تاني. اتحاد الكوره واللجنه الاولمبيه. هل النهارده انت تقدر تاخد الاستشهاديه تعمل على انتخابات؟ انا اول واحد هشتكي وهبلغها اللجنه الاولمبيه الدوليه ان لازم تدخلها الجمعيه العموميه وتعتمدها من الجمعيه العموميه تشتغل عليها بعد كده. ما تقدرش تعمل معاها الجمعيه العموميه دلوقتي قبل تعمل انتخابات المده فاتت. طب هتعمل ايه؟ بيحط نفسه في ازمات وعقبات. ويعني هل النهارده اللجنه الاولمبيه الدوليه توافق ان اللجنه الاولمبيه المصريه تشتغل على لائحه لم تعتمد من الجمعيه العموميه؟ استحاله. يبقى انسى، يبقى خد الميثاق الاولمبي ده ارميه في الزباله. خلاص بقى، كان هما اللي عاطينه ما بيطبقوش. انسى بقى. واتحاد الكوره اللي انت ما انتش قادر عليه لو قعد ال 60 يوم وما عملش انتخابات يعتبر منحل بقوه القانون. وده قانون. اللي بيخالف القانون دي جنايه. انت لو خالفت بتاع المرور جنايه. لو خالفت القانون دي جنايه. يعتبر منحل. طب عليه الكلام ده جناية، عقوبتها ايه يا فندم؟ يتحل هنا بقى. ما تحلش يبقى خلاص ناخد القانون ده نحطه جنب الميثاق الاولمبي يلا نروح. خلاص مالوش لازم احنا بنتكلم فيه. اذا النهارده احنا دخلنا في مرحله ما عادش فيه رادع. اي حد يعمل اي حاجه. ادي اللي احنا وصلناه. لما يطلع القرارات بس زي قرار بتاع النادي الاهلي. قرره اللجنه الاولمبيه اعتبار اللائحه الاسترشاديه دي للنادي الاهلي. هل هذا القرار اتعرض على مجلس اداره اللجنه الاولمبيه؟ ما اتعرضش. الاخ حماده المصري طلع في احد القنوات وقال ما جبناش حاجه. ما كان معانا هنا. ماشي. والاخ دكتور علي حصبال قال ما جبناش حاجه. واللواء سامح مباشر قال ما جبناش حاجه. والاستاذ جاسر رياض قال ما جبناش حاجه. طب اربعه هم من 9 ولا من 10؟ ما هو سؤال يعني، حتى يعني السؤال هو الفريق الاعداد يعني يعني التغيير الذي تم وتصريحات اعضاء اللجنه الاولمبيه اللي هي ضد اللجنه الاولمبيه اساسا. طب ده هو، انا مش هعتبره تصريح ضد، انا اعتبر هو اعتراف ضمني. هو مش ضد، هو قال الفير، قال الحقيقه. طيب انا بقى لو مكانه، انا اسف ان انا قلت ضد. تعالى يا استاذ حماده المصري، تعالى يا سياده اللواء جاسر رياض، تعالى يا دكتور علي حصبال، اللي انتوا اعضاء. نقعدوا على الترابيزه والقرار اهو نتناقشوا. ما تطلعش حاجه من ورا ظهري. لا اما انا هوافق لا اما هرفض. هرفض هسجل رفضي. هتوافق خلاص هتقلع للناس. ما يعرفوش حاجه. ما يعني ده مصيبه. ما تعرضش اساسا. دي مصيبه. وبعدين تحولوا التحقيق، اشمعنى تحول واحد؟ ما تحطش الاربعه ليه؟ هو مين اللي بيراقب المسؤولين يا استاذ صلاح؟ ما حدش هيراقب حد. ما انا بقول لك العمليه ايه؟ يعني مين اللي بيراقب اللي بيتخذ القرارات اللي هي المهمه دي اللي ممكن تعمل فتنه او عملت فتنه فعلا؟ انت خلقت حاله احتقان بلا داعي، يعني كان الغرض من القانون ده ايه بيه؟ انك انت بتهذب كل المسائل القديمه وتهدي النفوس والامور تمشي فيه بيس كده سلام. عشان انت عايز رياضه. احنا بقى ما بنشتغلش رياضه، احنا بنشتغل نتخانق مع بعض ازاي بالظبط. وانت اللي عملت كده. طب انا عملت، انا استفدت ايه بالقانون ولا حاجه؟ مشاكل. شلنا الوزير ده سامي الاولمبيين ومن هنا لهنا وخلاص على كده. ايه موضوع الاسترشاديه؟ انا كانت شرطي بس ما كانش كده. لما قال ايه في 200 نادي، ما تدعو حد على الهواء استاذ صلاح يجي معانا هنا ويناقشك. ادعو، انا عايزك تدعو حد باسمه. والله العظيم انا مع الدكتور عمرو عبد الحق قلت الكلام ده، استاذ الشعب حطب يجي رئيس اللجنه الاولمبيه، وعند مع كابتن شوقي قلت اي قناه
يبعتوا لنا حد يقعد. انا بتكلم بالورقه والقلم ما بتكلمش. يقعد قدامي كده في مناظره كده ونتكلم، هي مش خناقه. انا وانت وهم عايزين ايه؟ الافضل، عايزين نوصل لحل. يعني احنا بنخلق. حضرتك طلعت مع كابتن شوبير واتكلمت في الموضوع ده؟ مليون مره. وكان ايه رايه؟ انا متفق معايا، وموضوع اتحاد الكره بالذات كان متفق معايا فيه تماما. ما يجي يتكلم فيه. انا بص يا بيه، احنا القضيه مش قضيه النادي الاهلي. يعني كابتن شوبير متفق مع كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ كلام قانوني يا فندم، ما يختلفش. انا يهمني راي كابتن شوبير بصراحه. يعني بقول لك ما يختلفش عليه كابتن شوبير، وطبعا اكيد هو القصه مش قضيه النادي الاهلي. النادي الاهلي هو نتاج للتطبيق الخاطئ. لا القصه مش نادي الاهلي بصراحه، بس خالص. القصه قصه عامه، القصه هو النادي الاهلي رفض ان يرضخ لتطبيق خاطئ للقانون. كل الانديه كانت المفروض تعمل زيهم، بس انديه ما لهاش القوه بتاعت النادي الاهلي. وبعدين دخلوك بقى استاذ طلال كنادي اهلي، بقى نجيب الجزئيه اللي النادي الاهلي دخلوك بقى، اصل النادي الاهلي عايز يحط حاجات، والنادي الاهلي عايز مش عارف يعمل ايه. طيب والقصه ما كانتش يا جماعه، والله العظيم القصه ما كانت كده خالص. القصه قصه عامه جدا جدا، اللي هو انت دلوقتي بتطبق قانون على حد وبتسيب حد، بتطبقه بتفصله، بتطبقه عشان اهداف تانية مع احترام لكل الناس. الكلام ده مش من مصلحه حد خالص 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 يا كابتن حميد. في البارحه استشهاديه، البهوات اللي اعتمدوها، والبهوات اللي بيقول لك ده بيقول ايه ده؟ ماشي يا بهوات، ماشي يا بهوات. مدى 43 بتقول ايه؟ خلي بالك دي مهمه جدا، ده استرشاديه ال 90% من الانديه شربتها. لمجلس اداره اللجنه الاولمبيه بموافقه الثلاثين وقف نشاط عضو مجلس الاداره بتاع النادي. في امتى؟ يعني انا عضو مجلس اداره النادي وبتكلم الكلام ده هيوقفوني. في حاله اجتماع الثلثين او موافقه الثلثين ثبوت مخالفه للقانون. الثلثين اللي هم اساسا ما, بي... ما مش موجودين اساسا، اللي هم ما بياخدوش رايهم. تعالوا اشطبوا طلال. اللي هم ما بياخدوش رايهم. انا هقول لك اهو ثبوت مخالفته للقانون، لو انا خالفت القانون او اللائحه. ماشي. ان انا عشان انتقدهم على الهواء ده مخالفه للائحه. يبقى نوقفه، هيوقفوني. لحين اتخاذ قرار بشانهم منين؟ من الجمعيه العموميه الغير عاديه. يعني عشان ارجع انا اروح اجيب 7500 واحد في الظهور عشان يرجعوني، عمرها ما هتيجي. طبعا. لو في الاهلي 12000 ونص. ما استحاله. طب كل الانديه وقفت على دي، حد يقدر يكح بقى لجنه بقى بعد كده؟ هي الانديه ما قريتش الحاجات دي. بتسال انا؟ تاني. طب اسال مين؟ طب اسال انا تعبت. عشان كده قلت مليون مره. من يحال من النيابه العامه للمحاكمه جنائيا في جنايه او جنحه يتجمد. من ايه تاني؟ يحال. يحال. يعني انا يعني من يحال ولا من ثبت ضده احكام او ما من يعني من صدر ضده حكم؟ من يحال من النيابه العامه لمحاكمته جنائيا في جنايه او جنح مخله بالشرع. حتى لو طلع براءه. ما يستنى بقى لما تطلع براءه. تقعد بقى جوه كده تتجمد لحد ما تطلع البراءه. الاحاله في حد ذاتها لا تتعدى اكثر من اتهام وليست ادانه. اكيد يعني. بتجمدني على ضوء ايه؟ المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طب انا عملت مخالفه مرور، اتحولت من النيابه للمحكمه، اتجمد. مين قال كده؟ انتوا قابلتوا ازاي قد ايه الكلام ده؟ مش عارف. قادر استرشاديه. بص يا فندم، احنا في ماساه، والله العظيم في ماساه. بس خاطر مين؟ اللي بيقولوا ده انا قلته سنين. وانا خلاص انا مش تعبت، انا يعني زهقت. الناس مش عايزه تصلح. والله العظيم انا زهقت انا كمان. والله. يعني احنا بنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، ونفسي حد يعني يبقى يعني حد يتدخل فعليا يا جماعه. يعني انا عايزك تدعي حد تاني في قناه الاهلي على الهواء ان هو يجي يقعد ونتناقش بمنتهى الهدوء ونعرف. هي مش خناقه اصلا. يمكن يكون احنا في حاجه احنا مش فاهمينها. مش عيب خالص يا جماعه. هي مش خناقه خالص. لما طلع الوزير قال لي لو كان الاهلي عملها في اجتماع واحد ممتد ما كانش فيه مشكله. طب ما انت عندك الحل اهو. طب ما كنا عاملينها كده ممتد. ممتد يعني عاملها النهارده الجمعه ومديها لحد السبت بالليل. طب ما هي اجتماع واحد كانت يعني بس في مقر واحد. طب ما انت عندك الحل اهو. طب ما كنت تطلع تقول الكلام ده، كنت عملت في اجتماع واحد وانتهينا. لا ما هو وبعدين في جواب طلعوه قال لك ان المقر بتاع مدينه نصر مقر مش فرع. ده الجواب طلع من المديريه. طب مدينه نصر مقر ولا فرع؟ مقر. طب ما هو مقر، انا بعمل في مقر واحد الاصل. ما رحتش الفرع. لا هي انت عارف يا استاذ طلال، يعني الحاجه اللي مجنناني انا شخصيا كانسان مواطن عايش في بلد او كمشجع حتى او كمتابع. ليه مش يومين؟ يعني ايه ليه مش يومين؟ بس طب انا عايز اسالك سؤال. لا انا حضرتك جاوبني. أنا ليه مش يومين؟ انا هريحك والله. يعني انت مش هنا بتقول حرام فلسفه القانون تعظيم دور الجمعيه العموميه؟ مظبوط؟
اذا انت عايز الجمعيه العموميه تشارك. ده مش فلسفه، ده نص واضح. بس ده الغرض الاساسي بتاع القانون، نص واضح. انت بتقول لي دلوقتي انا عايز الجمعيه العموميه تشارك فاضل لائحه، مظبوط كمان. طيب يبقى انا عايز اوسع الفرصه عشان الناس كلها تيجي. مش كده برضو؟ طب ايه الاجتماع الخاص؟ احترام الاعضاء الجمعيه العموميه. الاجتماع الخاص هيتعمل مره في العمر. هو مره في العمر. مره في العمر بالظبط. ما تجيب الناس على يومين على ثلاثه. ما ده دي المشكله. ليه مش يومين؟ ايه القضيه يعني؟ ليه مش يومين؟ ايه القضيه يا سيدي؟ انت الكبير يا سيدي، وانا بقول لك انا بتلكك لك. انا عايز اعملها يومين، طب ما تقول لي اعملها يومين. عايز اعملها ثلاثه. انا عايز، انت مديني حاجات اوامر وانا عايز يعني اطيع الاوامر، فبقول لك حضرتك سهل لي اطاعه الاوامر دي، فاعملها على يومين، اعملها على ثلاثه، اعملها على اربع ايام. يعني ايه المشكله؟ إيه يعني في الايام هتقوم هي حرام. أنا بقول لك والله العظيم سؤال عادي جدا، والكلام ده انا عايز اقول اي حاجه يا استاذ. اجتماع خاص بيتعمل مره واحده في العمر، ادي فرصه لاكبر عدد ان هم يشاركوا فيه، ما عندكش مشكله خالص يعني. طب اشرب القهوه. حاضر. بصراحه يا جماعه يعني موضوع سهل والدنيا سهله، واحنا عايزين نرتقي بالرياضه المصريه، عايزين نرتقي بالبلد، عايزين نطلع من اللي احنا فيه. احنا عمالين ندبس نفسنا في مشاكل، وعمالين ندخل نفسنا في مشاكل، وعمالين نفتعل المشاكل. وليه يعني؟ انا بس سؤال، ليه اي حد يا جماعه، اي حد من الناس المسؤوله يجي يشرفنا هنا ويتناقش مع الاستاذ طلال؟ لان تحت امر الموضوع يبقى مفتوح، الموضوع ما فيهوش اي حاجه. هدفنا ان هو ان احنا نوصل الحقيقه للناس، نوصل الحقيقه للناس. احنا غلطانين ولا انتوا غلطانين؟ طب لو انتوا غلطانين فيها حاجه ان احنا نقول مثلا يا جماعه احنا ممكن نصحح الاوضاع كده؟ لو احنا غلطانين هنقول احنا اسفين جدا يا جماعه، وانتوا فعلا كنتوا يعني عندكم حق، واحنا اسفين جدا وخلاص، واحنا غلطنا ونتحمل مسؤوليه غلطنا او خطانا. فايه المشكله ان حضرتك حد يجي معانا هنا؟ يعني انا بشوف السيد الوزير خالد يعني بيدخل يرد على الناس على الفيسبوك، بيدخل، وانا بحترم في الحته دي جدا بصراحه، حتى لو حد بينتقده بيدخل يرد. طب ما حضرتك شرفنا، حضرتك ابعت حد، المهندس خالد ممكن يشرفنا، ممكن يبعت حد يتكلم باسمه. ايه المشكله؟ احنا مصعبين الدنيا ليه؟ ما تيجوا ونشوف ايه الصح وايه الغلط، ومين المحقوق ومين اللي عنده حق. انا مش عارف والله يعني، انا مش عارف ليه عمالين بقى ندخل في دوامات ونصعد الموضوع، ونروح للجنه تسويه المنازعات، وبعد لجنه تسويه المنازعات اكيد طبعا هيقولوا لا انتوا غلطانين، هنروح رايحين للجنه الاولمبيه الدوليه. ما انا مش عارف. لائحه استشهاد بتتعمل، الحق يتقال. السيد الوزير انا كلمته فبعت لي المستشار اشرف صالح. الراجل ده ممتاز جدا، اشرف صالح ممتاز جدا، ده المستشار القانوني بتاع وزاره الشباب. قعدت معاه وناقشت جزء كبير قوي من الاستشهادات، وقفنا على النصاب اللي ما عرفوش، هو ده كان مربط الفرس. عارف لو النصاب معمول قليل 5000 واحد ولا 4000 واحد، هقول لك تعظيم سلام هلغي لك الاستشهادات، بس اديني الامكانيه ان اعمل جمعيه عموميه. مش قول 12000، 5000. وانا قلت للوزير الكلام ده في مجلس الشعب، نجيب 5000. هم قال 12000 ونص، وجي اكتر من كده في يومين. ما هو قال لك بقى المشكله ان احنا نسهل على الناس تيجي. بس انا والله ما عارف، انا مش عارف. انا نفسي يعني، نفسي كنا نتكلم يا جماعه في حاجات مهمه يعني. دايما انا اسف يعني بنضيع وقت، مثلا حد زي الاستاذ طلال بنضيع وقته ان هو يجي يقعد يحكي في حاجه، يقعد يتنبح صوته وصوته يروح من كتر الكلام. يا جماعه والله انتوا غلط يا جماعه، في لوائح. الدكتور محمد فضل الله عمال يقول لك قولا واحدا. يا جماعة أتحدى إن أي حد بيعمل النظام ده في أي بلد في العالم. يا جماعة طب قولوا لنا، اقنعونا بصحة رأيكم. مفيش للأسف، مفيش. يعني أنا مش عارف ليه بنضيع وقتنا في حاجات ممكن نستفيد بالوقت ده في حاجات كبيرة جدا، وعندنا مشاكل أكتر من كده بكتير. يعني عندنا مشاكل أكتر من كده بكتير. يعني إيه المفروض يحصل دلوقتي يا فندم؟ أنا يعني نفسي السيد رئيس الوزراء يعمل قعدة صغيرة كده على فنجان شاي بهدوء، يجيب السيد وزير الرياضة، سيد رئيس اللجنه الاولمبيه، وممثلين الانديه، وممثلين الاتحادات، ويقفلوا الباب. مشاكلكم ايه؟ ويقعد معاهم رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، قاعد نسمع بعض. هو السيد رئيس الوزراء لما يعين حد وزير شباب، مع احترامي الكامل، انا يعني انا بحترمه جدا جدا، بالرغم مع اختلافي معاه، لكن طبعا بحترمه جدا جدا السيد الوزير يعني. ولما يجيب حد رئيس لجنه الاولمبيه زي السيد هشام حطب، مش هو بيشيل مسؤولية أو بيشيل هم عشان يفضل هم تاني، فيدي الناس دي مسؤوليات عشان يحلوا مشاكل الزجاجة دلوقتي؟ فارجع تاني أقول لهم طب تعالوا، معلش احنا وصلنا عنق الزجاجة في أزمة احنا اللي خلقناها. تمام، هو الكبير تعالى يا عم اقعدوا، القصة مش هتعدي أكتر من ساعة زمن. مهندس فرج عامر ايده في الموضوع بتاع القانون كامل، دكتور محمود حسين النائب بتاع رئيس اللجنة ايده في الموضوع كامل، راجل هايل.
يجيب رئيس لجنه رقميه يجيب الوزير يجيب من مصر. والمهندس فرج ايه رايه في الموضوع؟ المهندس فرج عامل كان ماشي معانا في القانون زي الفل لحد الماده دي ما اتضافت. اساله بقى الماده دي اتضافت. الماده اللي هي الرابعه. هي سبب المشكله. عارف لو الماده الرابعه دي مش موجوده ما عندكش مشكله خالص. يعني هو كان عارف ان في ماده هتتضاف. اقسم لك بالله العظيم ان هذا المشروع بتاع القانون كان نازل من غير الماده دي. مين صاحب فكرتها؟ روح اسالهم بقى. اسال بابا اللي جاب بابا. ما هو بابا مش هين عليه يسيب الصلاحيات. فيجيب بابا تاني يديله الصلاحيات. عشان تفضل الصلاحيات عندهم هي. ما عملناش حاجه. بقول لك احنا ما عملناش حاجه. اللائحه الموحده كانت بتطلع من الوزاره اصبحت هي لائحه موحده بتطلع من اللجنه الاولمبيه. النتيجه واحده. النتيجه واحده ما عملناش حاجه. انت بعت بقى لك 4 سنين خطوه تنظيم. ما خدتش خطوه قدام. كتبتها لك ماشي رجعنا ورا تاني مع ان الموضوع كان اسهل من كده بمراحل. هي لو ما فيش نصاب وما فيش لائحه استرشاديه كنت هتعمل ايه؟ هتطبق الماده الثالثه كل جمعيه عموميه. انا كان مقترحي ايه؟ عندنا 200 نادي مجالس الادارات الانديه مش كل اعضاء مجالس الادارات بيفهموا قانون او متبحرين في القانون او عندهم خلفيه على ما يتلاقى من القانون والمساق لهم بالدستور. طيب يا جماعه عشان اللجنه الاولمبيه احنا جايين منها تعمل دعوه للانديه. الكلام ده قلته مرارا. الانديه نقعد كلنا مع بعض نتناقش مشروع اللائحه يا بهوات الماده الاولى الماده الثانيه هنتفق على 80% ككل انديه هنتفق فيها على 80% يعني مش كلها وحشه 80% كويس هنختلف على 20% حلو اطرح ال 20% للاقتراع في الجبهات العموميه. شكرا حلو يبقى احنا شريك الدنيا سهله ما عملش كده. ايه اللي حصل؟ السيد رئيس اللجنه الاولمبيه افتكر نفسه هيبقى فاتح صدره في فريد شوقي ما يطلع لائحه دكاكين. لما طلع لائحه دكاكين ايه يا عم ده؟ ما حدش شافها. ما حدش ده انا خدتها يوم يا عبد الحميد بعت لي بعدها بساعه ياخدها مني من البيت. مشروع اللائحه انا بقوله على الهوا اهو. طب اقعد اسمع لنا احنا مش اعداء خالص. احنا لو كنا قعدنا اتناقشنا في اللائحه دي قبل ما تصدر ايه المشكله؟ ما كانش عندك ولا مشكله. قد اكون انا بتكلم صواب وقد اكون مخطئ. اسمعني واسمع لك. اكيد طبعا. انما بتعملنا دكاكين ليه؟ اكيد طبعا. ليه؟ لما كلمنا السيد الوزير قال لا ما يدعوش حد. وانتوا كنتوا بتناقشوا اللائحه لما كانت بتطلع عن طريق الوزاره يا سيدي الباشا الوضع النهارده اصبح مختلف انا بشارك في صنع قراري. اجمع نصابك وغيرها. اجمع نصاب انت عاملها نصاب تعجيزي. عايز اقول لك يا شوف يا بيه احنا تعبنا عشان نوصل لنتيجه لكن للاسف رجعنا بيت الفعاله في هذه النتيجه بترجعك ورا تاني للاسف. يعني والله يا صلاله هي يعني يا جماعه مع احترامي للجميع يعني الحياه سمعه في الاول وفي الاخر مفيش حد خالد في حياته مفيش حد بيبقى على الكرسي على طول هي سمعه هيقولوا ده الاستاذ طلال الله يرحمه ويقولوا برضه الله يرحمه بس الله يرحمه انتوا عارفين الثانيه بتتقال ازاي. هيقولوا الاستاذ طلال كان قاعد على الكرسي ده والله كان راجل يعني ما شاء الله عليه وكان راجل يعني بيتفهم الامور وكان راجل سلس يا اما يقولوا الاستاذ طلال ده يعني انا اسف يعني مش عايزين نشوفه تاني. بالظبط. لا هم مش عايزين نشوفوه تاني. هو الموضوع يا جماعه يعني الحياه فعلا سمعه وكل واحد يفتكر ان مفيش حد بيخلد في هذه الحياه. هنعمل ايه؟ ولا حاجة، سيادتك لازم نسمع بعض، لازم نكلم بعض، المركز التسوية والتحكيم اتعمل وبرضه جميل جدا ان احنا مش هنروح القضاء هنروح لمركز التسوية والتحكيم بس هتروح التوفيق الأول برضه في مركز التسوية والتحكيم. عندنا وقت؟ اه اتفضل. القانون قال لك نعمل مركز التسوية والتحكيم عشان نبعد عن القضاء الحكومي. ماشي. عم يطلع حاجة غريبة جدا وياما أنا رقعنا بالصوت مركز التسوية والتحكيم في القانون بيرقصوا مين؟ رئيس اللجنه الاولمبيه. انت بتيجي ازاي؟ كان هو خصمه حكم ينفع؟ اه ينفع. ينفع. هنا عندنا ينفع. قال ايه؟ ماده 66 ينشأ باللجنه المصريه اللجنه الاولمبيه المصريه مركز مستقل. شوف الكلمه مستقل من ايه؟ مستقل من كل حاجه المفروض. طيب. يسمى مركز التسويه والتحكيم وتكون له شخصيه الاعتباريه. واما جايبه قال لك ايه؟ يرقصوا مين؟ رئيس اللجنه الاولمبيه بقى مستقل فين؟ مش عارف يمكن مستقل في المكان. وقلت ايام هنفرج عامر يا عم ما تجيش يا عم القصه ما تجيش كده. تفتق ذهن السيد فريد شوقي رئيس اللجنه الاولمبيه قال ايه؟ احنا مش مركز تسويه وتحكيم
طب تظلمنا ليه؟ امال انت مين يا بيه؟ انا مجلس اداره مركز التسويق والتحكيم، احنا اداريات بس. نقول له تعظيم سلام، انت اداريات زي الامانه العامه اللي موجوده في مجلس الدوله، هنقدم الورق ناخد معدن القضيه والكلام ده كله ماشي. حد كده تمام ضحك علينا وقال مجلس اداره مركز التسويق والتحكيم وعضويه يرقصه هو واحد ممثل العاب الجمعيه، واحد ممثل العاب الفرديه، وثلاثه خبراء وممثل وزاره الشباب والرياضه. تعظيم سلام. اما جاي مطلع اللائحه بتاع مركز التسويق والتحكيم قال لك ايه بقى؟ يعني الحين انا وانت وصلت للطرفين الاول، لما نوفق نعمل قعده عرب ونتفق خلاص اتفقنا خلاص. ما اختلفنا نطلع التحكيم. تمام. طيب اللي هيفصل بينا مين؟ الوسيط او الموفق هو اسمه كده. مين هيختاره؟ السيد الامين العام اللي طالع من مجلس الاداره اللي المفروض ملوش دعوه هو اللي اختاره. ده اول اختصاص خده. طيب دخلنا في التحكيم. انا خايف يا جماعه، يعني حاولوا تمسكوا اعصابكم، لان انا فعلا ممكن اطلع منها على مستشفى المجانين من كتر الحاجات اللي انا عمال اسمعها. والله لازم احكي لك يا دكتور حاجات ملخبطه كلها. تطلع على التحكيم. التحكيم عباره عن ايه يا كابتن حميد؟ انا وانت متخانقين، انا رحت شكيتك، قال لك قائمه المحكمين ايه؟ نقي المحاكم بتاعك. نقيت اعلنك، قلت انت جاي دافع الرسوم برضه ونقي المحكم بتاعك. المحكم بتاعي والمحكم بتاعك اتفقوا يجيبوا محكم مرجح. تمام. المحكم المرجح ده مش قاضي، مش شرط يكون قاضي، قانوني. تمام. عشان الناس تبقى فاهمه ان مركز التحكيم قد تكون الدائره بالكامل ما فيهاش قضاه. تمام. عشان برضه نبقى في واضحين. ماشي. قعدوا الثلاثه المحكمين. طيب قائمه المحكمين دي مين اللي عملها؟ مجلس الاداره. عاده اختصاص. طب انت اعلنت عنها؟ لا. طب الاهلي رايح بكره. هيروح يلاقي مين هناك؟ القائمه دي اتعملت امتى دي؟ الكابتن عصام عبد المنعم اول امبارح مع دكتور عمرو عبد الحق قال لم ينعقد اختصاص لينا. الله، امال الاهلي راح بكره هيعمل ايه؟ طب بلاش، فتنس الطاوله واحد استبعد بالترشيح. اروح فين يا بهوات؟ قالوا روح الاتحاد بتاعك طعن ثلاث ايام مرفوض. طلع اللجنه الاولمبيه ثلاث ايام مرفوض. طب اروح فين؟ قالوا ننزل روح مركز تسويق التحكيم. نزل دور فدور تحت كده، نزل لا اضعف فريق كده مظلمه، فين؟ قال لسه ما اتعملش. طب راح حقه؟ قام راح الاسم من المحضر وطلع على القضاء الاداني. حصل نفس القصه في ريشه الطايره. هو انت ما كنتش عارف وانت بتعمل انتخابات ان في طعون؟ اكيد ده طبيعي. يبقى كان من باب اولى تعمل مركز صوره التحكيم ريقي نشف. يا سياده الوزير اعمل فتره انتقاليه ما بين القانون ده والقانون ده. بدأت احنا بقالنا 500,000 سنه مستنيين القانون. زود عليهم شهرين. نقدر نظبط ده النهارده الطعون كلها بتروح فين؟ مفيش. طب قائمه التحكيم اللي انت المحكمين اللي انت عملتها النهارده دي مين اختارها؟ مجلس الاداره اللي انت قلت لي ملوش صلاحيات هو اللي اختار. يبقى اختار الامين العام. اختار مجلس التحكيم. طيب اما طلع لي تقريعه ثالثه. قال لك ايه؟ اللجنه الاستشاريه. ما نعرفش عنها حاجه بقى. خالص دي جديده خالص. انا وانت بقى مختلفين مع بعض على المحكم. انت جبت المحكم وانا جبت المحكم بتاعي، هو يجيب لك التالت بقى من عنده. طب الفصل فين؟ عند اللجنه الاستشاريه. طب النزاع عند اللجنه الاستشاريه. الله 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 الله، ده اللجنه الاستشاريه دي منبثقه من مجلس الاداره اللي انت قلت لي ملوش دخل، خدت 90% من الصلاحيات. يبقى عملنا ايه؟ انت بتدل مركز تسويق التحكيم اللي هو جاي بكره اللي هنقابله بكره في بقيه الطعون. والله يا صلاة الله يعني لينا ربنا. لينا ربنا. انا تعبتك معايا. لا ده والله احنا اللي تعبينك. ربنا يخليك. والله احنا اللي تعبينك وربنا يخليك، وان شاء الله تفضل كده تدافع عن الحق وكل الناس المخلصه بصراحه، يعني دافعوا عن الحق. يعني انت بتنورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك يا كابتن حميد، سعيد جدا. ودايما منورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك. يعني انا يعني الله يكون في عون الناس اللي بتسمع. طبعا احنا بنحاول نبسط الامور، لكن الموضوع اساسا يا جماعه زي ما قلت لكم مشكله بصراحه. انا شايف انها مفتعله جدا، ملهاش اي لازمه. شايف ان دور السيد وزير الشباب والرياضه مع كل الاحترام، السيد رئيس اللجنه الاولمبيه مع كل الاحترام ليه، شايف ان هم بيذللوا العقبات. مش بنحط مشاكل، حتى لو دخلنا في مشاكل لازم حضراتكم تدخلوا ونتناقش ونحلها عشان نرتقي بالرياضه المصريه. كل الاحترام والتقدير ليكم. دي كانت الجزء الخاص باللائحه واللجنه الاولمبيه والمشاكل. ان شاء الله تخلص على خير، وان شاء الله اكيد
الحق ما بيروحش طالما وراه مطالب. عايز بس ابعد قبل ما اقفل معاكم، انا فاضل لي دقيقتين بس، عايز ابعد شويه بقى عن الموضوع ده. واحنا بتكلم الكلام ده عشان احنا نادي الاهلي، وعشان الاهلي دايما بيخاف على مصلحه الناس عموما دايما. احنا يعني النادي الاهلي كان طول عمره كده. فانا حصل معايا موقف عايز اقول لحضراتكم، عايز اقول لكم خدوا بالكم جدا جدا جدا. انا كنت في احد الاماكن، يعني هو كايرو فيستيفال الناس كلها عارفاه، وكنت داخل عشان اعمل حاجه، فلقيت يعني احد الحفلات، فقلت ادخل ابص، قلت ادخل ابص، كان معايا يعني حد يعني كله اندر ايدج فعلا، يعني الناس حتى عارفه اهو. لقيت ولادي، لقيت قد ولادي 14 سنه و13 سنه 15 سنه بالكتير قوي يا جماعه، 16 سنه كتير قوي 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 قوي. والله العظيم ما عايز اقول لكم انا كنت عامل ازاي لما شفت المناظر. انا تخيلت ولادي في الاماكن دي، شرب افوره في الشرب، اعلام بتترفع مش بتاعتنا خالص، مش ديننا، ولا مش ديننا كدين عموما، مش دين معين، مفيش اديان بتقول كده. كميه مناظر شفتها يعني مش عايز اقول لكم، يعني زعلت ان الحاجات دي في مصر. فالرساله اللي بوجهها باسم القناه او باسم النادي الاهلي عموما، خلي بالكم من ولادكم، يعني ما تخلوش الحياه تاخدكم وتنسوا ولادكم كده، ما تخلوش الحياه تاخدكم عشان ولادكم دول هيبقوا سكينه في قلبكم بعد كده. عايز اقول لكم ان ممكن ان شاء الله ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده، لكن بالمنظر اللي انا شفته ده كمان 10 سنين هيبقى وجود الرجاله نادر قوي، ووجود الستات اللي هي بتحافظ على بيوت رجالتها نادر قوي. فلو سمحتوا خلي بالكم من ولادكم اللي هو مستقبل مصر، والناس المسؤوله تخلي بالها قوي قوي من الحفلات دي. ربنا يحفظنا كلنا ويحفظ بلدنا العظيمه مصر. نورتوني وشرفتوني، مع الف سلامه.